كيف مسكوه؟ معقول ريشي مسكوا وجابوا؟ لا 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 لا، شو رح يعمل ريشي؟ إذا بالفيندر فضحني هلأ ما رح يتركوني بحالي أبداً. ريشي، أنت شو عم تساوي؟ وليش جبت هالزلمة التافه على البيت بهالطريقة؟ لتكون مفكر إنه نتركك بحالك بعد ما شوهت سمعت عيلتنا قدام العالم، ها؟ مو بس هيك بابا، في حدا بهذا البيت معه، حدا متعاون معه. حدا منا؟ إيه، حدا منا. ريشي، شو عم تقول ابني؟ أنت شو قصدك؟ إيه ماما، صدقيني في حدا عم يدعمه، حدا من هون عم يساعدوا علينا. مو هدفه لاكشمي بس، هدفه يهين عيلتنا كلياتها كمان، وهالشخص اللي عم يساعده اجى ليشوه سمعة لاكشمي وصورتها قدام الناس. هالشخص استخدمه ليحكي عنا. مين ممكن يكون هالحدا؟ هو هلا رح يخبرنا، هلا رح نعرف مين اللي عم يدعمه. قول بالفندر، احكي الحقيقة. إذا طلع هالحكي صحيح يا ريشي، معناها الشخص هو عدونا الأول، وأنا رح أكون أول وحدة رح حاسبه ووقف بوشه. ريشي، اسألوا مين الشخص، يلا اسألوا. لهيك جبنا لهون يا ستي، ليقلنا مين الشخص قدام الكل. ليك، عم أحكي معك بأدب، فقلي الحقيقة، ولا ناوي تقول الحقيقة بعد ما تنضرب وتنحط بالسجن وتتعاقب على عملتك؟ احكي بالفندر، يلا شو الحقيقة، يلا خبرنا. مين اللي خبرك بقصة لاكشمي؟ يلا قول بقى، ومين بعتك لهون؟ مين قالك تعمل حالك أبوه للولد؟ احكي بالفندر. يمكن ما ضربتك قد ما لازم لهيك ساكت. ستي معها حق، قليلين الذوق ما بيجوا بالذوق نهائيا، هو مثال على هالشي، بالأدب ما بيجي، ضربه ويلا وخلصنا. هلا رح يحكي. احكي ريشي. احكي ريشي، شو بتريد؟ ريشي ضربه أكتر، يلا لو سمحت وقف. احكي ريشي، ريشي وقف، خلص عليكم ريشي وقف. مين سمح لك تقاطعي؟ وليش عم تدافعي عنه؟ وقفي هنيك وعلى الساكت لاكشمي، انت عم تحميه؟ ليش؟ هو أذاك كتير وحطك بوضع صعب، معقول نسيتي؟ حاول يشوه سمعتك وانتي عم تدافع عنه، بعد يلا انا بتفاهم معه. طلع فيني، قول كيف بتسترجي تلمس لاكشمي؟ كيف بتسترجي؟